الرئيس عون السيد نصر الله. سيد نصر الله باعتبار سيد نصر الله قائد للمقاومة منذ استشهاد يعني الشيخ عباس. عمليا قاد المقاومة بمستوى عال على المستوى الأخلاقي، على المستوى الديني، على المستوى الجهادي. ما بيكذب، حقق انتصارات، تابع تحرير الجنوب لسنة 2000، رجع رد العدوان الإسرائيلي 2006، كان قائد هو المقاومة، متكلم وخطيب من الطراز الأول، ذكي جدا جدا. ما بتعتبره سيطر على لبنان؟ وحزب الله أخذ مكان الدولة، وحزب الله اليوم ساهم بعزل لبنان عن مجتمعه الدولي والخارجي والمجتمع العربي. لا، اليوم المنطقة مقسومة إلى محورين، مش مقسومة إنه متوقفة عند سماحة السيد حسن نصر الله، فهالمحورين يدخل فيهم حزب الله. أما هو عزل لبنان عن العالم ليه؟ بشو عزلوا عن الولايات المتحدة؟ ما في عبوات أمريكية على لبنان، لما ممنوع نستورد، عم نتعاطى مع مصارف أمريكية، عم بيسافروا على أمريكا اللبنانيين يروحوا ويجوا، في عبوات على أشخاص صارت. أوروبا بشو علينا عقوبات؟ نحن لبنان عم بسمع طول بالأخبار إنه العقوبات الدولية على لبنان، لم تفرض أي عقوبات على لبنان، نحن اللي فرض عقوبات هو طريقة الحكم بلبنان، تصرفاته. أنا مثلاً بسوريا لو ما فات قتل داعش هو كمان، كان داعش إجت على الساحة اللبنانية. طيب الرئيس عون ليش ما اخترته؟ ما اخترته لأنه مش بأهمية سماحة السيد عمل إنجازات، نحن قلنا 5 سنين. بس هيدا رئيس جمهوريتك. رئيس جمهوريتي وصلني على الكارثة وعلى جهنم. هو اللي وصلك؟ مين؟ هو وحده سايق السفينة؟ هو استلم الدولة، رئيس الدولة. كان مفروض فيه من وقت ما استلم يبلش يدير الأزمة. أنا بعد 8 أشهر كتبت العهد فشل في حل الأزمة الاقتصادية، بعد 8 أشهر. من وقت تحركوا كلهم ضدي، ليه؟ شو منعوا خلال 5 سنين يعالج تا يوصل لهون؟ خيار آخر. سعد الحريري، نجيب مئاتي. سعد الحريري. سعد الحريري. ليه؟ بيشفقني قلبي عليه. أوف. عشو؟ أولاً على قتل والده، الله يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ثانياً على الظلم يلي لحقوا لما أخذوه على سعودية وتعرض لعذاب وغيره.